تتمك. مسائل الضمان في هذه التتمه، يعني هو فرغ من مسائل الحوالتنا. يصح من مكلف رشيد ضمان بدين واجب. الضمان يعني ضمان انواع، ضمان دين. ما معنى الضمان؟ الضمان هو الالتزام، وشرعا الالتزام التزام بدين او بدن او عين. فاذا يكون الضمان اما بدين او ببدن او بعين. نعم. فان الضمان في الدين كيف يكون؟ مقتضى هذا الضمان ان الضامن يؤديه، يعني المديني، هذا هو التزام بدين. اما بالنسبه بالبدن والعين بإحضارهما، فإذا الضامن يضمن إحضار بدن، يعني إحضار شخص أو إحضار عين. نعم. هكذا هذا يسمى الملتزم لذلك ضامنا، ضمينا، حميلا، زعيما، كفيلا، صبيرا. هكذا يطلق في اللغة هذه الأسامي كلها، لكن العرف خص اليمين بالمال. لو كان الضمان بالمال يعني بالدين يقال اليمين او ضمان. الحميل يعني بالدية، لو ضمن واحد بالدية يقال له حميل. الزعيم يقال للضامن بالمال العليم. الكفيل بالنفس. الصبير يعم الكل. هكذا يصح من مكلف رشيد ضمان بدين واجب. ينبغي ان يكون الدين واجبا ثابتا، بعد ذلك يضمنه. اما قبل الوجوب والثبوت واجب معناه ثابت، قبله على يضمن، سواء استقر في ذمة المضمون له كنفقة اليوم وما قبله للزوجة أو لم يستقر كثمن مبيع لم يقبل. سواء هذا الدين الواجب استقر في ذمة المضمون له، الضامن يكون يضمن للمضمون له لرجل، وهذا الرجل هو مضمون له. بأي شيء يضمن؟ بدين أو بدن أو عين، هذا مضمون به. نعم. فإذا للمضمون في ذمة المضمون له إما مستقر كنفقة اليوم وما قبله للزوجة، نفقة زوجتي هي مستقرة ثابتة، ثم أو ما أو لم يستقر، هذا دين لم يستقر كثمن مبيع لم يقبل. فإذا قبل القبل لا يستقرنا، ثم وصداق قبل وطئ، هذا أيضا لا يستقر. لا بما سيجب، ذكر يعني ضمان بدين واجب، بدين واجب. أما دين غير واجب معناه الذي سيجب فقط، هذا لا يصح الضمان. كدين قرض ونفقة غد للزوجة، ولا بنفقة القريب مطلقا، في هذه الصور كلها لا يصح الضمان. أولا دين، دين مثلا قال رجل لآخر أقرض لي هذا 100 أو أنا ضامن لها، فإذا قبل القرض هو ضمن، لكن فيما مضى يعني في باب الإقرار ذكر أن هذا يصح. فإذا الشراح قالوا مصنف يعني في هذه المسألة خلاف عند العلماء، مصنف جرى في الموضعين على قولين. ثم ونفقة غد للزوجة، نفقة اليوم أو نفقة ما قبله يصح لأنها مستقرة. نعم. وهنا نفقة غد للزوجة ليست بواجبة. نعم.
ولا بنفقة القريب مطلقا. قريب وصول فروع هكذا مطلقا معناه لليوم أو لما قبل اليوم أو للغد أيا كان لا يصح. الله ما لماذا؟ هذا ليس على طريق الدين، بل يعني نفقة القريب على جهة البر والإحسان، لأجل ذلك لا يقال له دين واجب. لذلك رجل لم ينفق على أولاده أو على أصوله يوما، هل يبقى هذه النفقة دينا عليه؟ لا، لا تبقى هذه النفقة دينا عليه، بخلاف نفقة الزوجة. إذا رجل لم ينفق على زوجته يوما أو يومين، فإذا في اليوم الثالث يتأخذ يعني مجموع نفقات هذه الأيام الثلاثة، يعني تبقى نفقتها على ذمته، ذمة الزوج، دينا 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 هكذا. أما نفقة القريب ليس كذلك كما سيأتي. نعم. ولا يشترط رضا الدائن والمدين. هل هنا هل يشترط رضا الدائن؟ لا يشترط رضا الدائن أجل للضمان، ولا يشترط رضا المدين بدون رضاهما يستطيع يصح ضمان. نعم، ضمان الضامن. وصح ضمان الرقيق بإذن سيده. فإذا ذكر هناك يصح من مكلف رشيد، فإذا هذا عبد مكلف هل يصح؟ نعم يصح ضمانه، لكن بإذن سيده. ثم وتصح منه كفالة بعين مضمونة. والذي سبق ضمان بدين، من هنا يبين الضمان بعين، لكن لو كان المضمون به عينا فالعبارة بالكفالة يكون كفيلا، هذا هو الفرق. لا إلا مسألة واحدة، وتصح منه ممن من مكلف رشيد، كفالة بعين مضمونة. ما معنى مضمونة؟ يعني يد هذه العين يد ضمان، هذا معنى مضمونة. ولا يشترط رضا الدائن والمدين. وصح ضمان، وصح ضمان من الرقيق، نعم بإذن سيده. وتصح منه كفالة بعين مضمونة، هذا مسألة الضمان بالعين، مسألة الضمان بالعين، لكن هناك يعبرون بالكفالة. نعم، فإذا بعين، ما معنى كفالة بعين أو ضمان بعين؟ كما قلت بإحضارها أو بردها، بردها برد العين لا قيمتها، لو تلفت ممن هي بيده، هذا معنى كفالة بعين، يعني هذا كفالة بالعين، يعني برد هذا العين لا برد قيمتها. نعم، يعني لا يطالب بالقيمة لو تلفت في يدي من بيده هذا العين، لو تلفت في يده هذا الكفيل أو الضامن هل يطالب بقيمتها؟ لا يطالب بقيمتها. عين مضمونة، ما معنى بعين مضمونة؟ مضمونة يعني يده يد ضمان. سبق أن بينا اليد إما يكون يد ضمان أو يد أمانة، في الودية تكون اليد يد أمانة، لا تكون اليد يد ضمان. فإذا في الودية لا يصح الكفالة بالعين، لماذا؟ ليست ضمانا، عين مضمونة. ثم كمغصوبة ومستعارة. نعم، المال المغصوب يده يد ضمان، كذلك العارية يدها يد ضمان، هناك يصح الكفالة.
وبي بدن هذا النوع الثالث من الضمان الكفالة بضمان ما يستحق حضوره مجلس حكم بإذنه ببدن ببدن من يستحق حضوره إذن هنا الضمان والكفالة بإحضاره أما في العين بردها أما في الدين بأدائه هكذا معنى يختلف في هذه الثلاثة معنى معنى الضمان يختلف ومقتضى الضمان يختلف وهنا معنى الضمان أنه يحضره أين يحضره يحضر مجلس حكم وهذا يصح يستحق لا يصح بإذنه يعني بإذن هذا الرجل بإذن من يستحق يصح هنا أما فيما مضى لا حاجة إلى الإذن بدون ذلك يصح ثم ويبرأ الكفيل يعني بأي شيء يبرأ الكفيل يعني ما هو مقتضى عقد الكفالة هذا الذي يبين يبرأ الكفيل بإحضار مقول هو يحضره أين يحضره إلى المقول له ثم مقول الشيء شخصا كان أو عينا يعني هذا مسألة يرجع إلى قسمين كفالة بعين كفالة ببدن فإذا هو أحضر هذا الشخص المقول أو العين المقولة إلى من أحضر إلى المقول له يتم الأمر هناك نعم وإن لم يطالبه ممكن هذا المكفول لم يطالب بإحضاره بل بدون ذلك أحضر تم هناك الأمر يعني برأة ذمته وبحضوره عن جهة الكفيل بلا حائل كمتغلب بالمكان الذي شرط في الكفالة الإحضار إليه وبحضوره من جهة الكفيل أو هو حضر بنفسه من هذا الشخص الشخص المقول أو هو حضر بنفسه يعني هو لم يحضره الكفيل لم يحضره بل هو حضر بنفسه وبحضوره بنفسه أيضا يبرأ ذمة الكفيل لكن بشرط ما هو الشرط ينبغي أن يكون حضوره من جهة الكفيل كيف يكون من جهة الكفيل يعني هو يحضر عند المقفول له ويقول له صريحا أنا حضرت من جهة الكفيل هكذا يقول عندئذ يحضر نعم ثم بلا حائل هذا الإحضار أو الحضور ينبغي أن يكون بلا حائل حائل بين المقفول والمقفول له فإذا لو كان بينهما حائل لا يبرأ كمتغلب يمنعه منه هذا مثال للحائل كمتغلب يعني الظالم متغلب التغلب يعني التقوي فإذا هناك رجل ظالم يمنعه منه فإذا المقفول له لا يتمكن من هذا المقفول شخصا أو عينا ثم أين يحضر أو أين يحضر بالمكان الذي شرط في الكفالة الإحضار إليه يعني لو شرط في الكفالة مكان يحضر فيه يجب إحضاره فيه لو أحضر برأة ذمته وإلا يعني لو لم يشترط في الكفالة هكذا مكان فحيث وقعت الكفالة فيه فهناك يعتبر المكان الذي وقعت الكفالة في هذا المكان فإذا يحضر المقفول في ذلك المكان نعم فإن غاب لزمه إحضاره إن عرف محله ومن الطريق وإلا فلا فإن غاب من غاب هذا الشخص المقفول هو غائب عن البلد ثم يعني أنا أوان إحضاره فإذا يجب عليه إحضاره يعني يجب عليه إحضاره من خارج البلد أيضا
ليس هذا إحضار واجب، يعني هذا عقد الأمانة وعقد الكفالة يقتضي أو يوجب على الضامن والكفيل إحضار العين أو الشخص. ليس هذا الوجوب من داخل البلد بل من خارج البلد أيضا يجب عليه إحضاره متى إن عرف محله. الكفيل والله من يعلم يعرف محل هذا الرجل المكفول. وامن الطريقة طريق وامن عندئذ يجب وإلا لا يجب. نعم وإلا فلا، يعني إن لم يؤمن الطريق أو لا يعلم محله لا يجب. ولا يطالب كفيل بمال وإن فات التسليم بموت أو غيره. هل يطالب كفيل بمال؟ يعني بدل ذلك لا يطالب بمال. ما استطاع أن يحضر ذلك العين أو هذا الشخص فإذا هل يطالب؟ لا يطالب. لكن في الضمان بالدين يطالب، لذلك قال لا يطالب كفيل. كفيل ببدن أو عين لا يطالب بدلهما بمال. وإن فات التسليم ممكن هذا الكفيل ما استطاع أن يسلم، لماذا لم يستطع أن يسلم؟ بموت أو غيره هكذا بسبب من الأسباب. هل يطالب لا يطالب؟ ولو شرط أنه يغرم المال ولو مع قوله إن فات التسليم للمكفول لم تصح. فإذا الذي يقتضي عقد الكفالة ما هو إحضار العين أو البدن فقط، أما إعطاء المال بدلهما لا يقتضيه. فإذا لو شرط إعطاء المال خصوصا يعني في هناك قيد بقوله إن فات التسليم، يعني إعطاء المال مقيد بفوات التسليم، هكذا شرط المال في العقد. فإذا هل يصح الشرط أو لا يصح الشرط بل يفسد الشرط فقط أو يفسد عقد الكفالة أيضا؟ ما هو هذا الذي يبين؟ ولا يطالب كفيل بمال وإن فات التسليم ولو شرط. من شرط؟ الكفيل شرط أنه يغرم المال، يعني يعطي المال يعني غرما يعطي. ولو مع قوله إن فات التسليم يعطي المال هكذا يغرم المال للمكفول. لمن يعطي المال؟ للمكفول. لم تصح، يعني هنا لا يفسد الشرط فقط مع صحة الكفالة بل الكفالة باطلة. لماذا؟ هذا الشرط مناف للكفالة لمقتضى الكفالة لذلك يفسد. نعم. ثم هناك صيغة للالتزام ضمان بدين أو يعني عين أو بدن هكذا ذكر. فإذا هنا يجب صيغة، هذا الذي يقول وصيغة الالتزام فيهما، فيهما يعني في الضمان والكفالة، كلمنت دينك على فلان أو تحملته أو تكفلت ببدنه أو أنا بالمال أو بإحضار الشخص ضامن أو كفيل هكذا. وهنا صيغة الالتزام فقط لا يجب هنا يعني القبول. نعم هنا صيغة يعني بالإيجاب فقط. صيغة الالتزام فيهما ضمنت دينك على فلان أو قال تحملته يعني تحملت الدين على فلان، فهذا في الضمان بالدين. أما الضمان بالبدن هذا الذي يقول بعده تكفلت ببدنك أو أنا بالمال أو بإهلار الشخص ضامن أو كفيل أو زعيم أو حميل هكذا. ولو قال أؤدي المال
أو أحضر الشخص فهو واعد بالتزام كما هو صريح الصياغة. نعم. رجل قال يعني أؤدي المال، يعني ما قال لمنت الدين أو تحملت الدين هكذا، ما قال بل قال أؤدي المال. ثم يعني بدلا عن المدين هو يؤدي للدائن هذا الدين. أو أحضر الشخص هذا في فرض كفالة بالبدن، قال أحضر الشخص هذا لا يكون ضمانة. لماذا؟ وهنا اختل صيغة الضمان، صيغة الضمان بال يعني صيغ الإنشاء ينبغي، صيغة الإنشاء يعني صيغة المالية كما ذكر في المثال لمنت تحملت تكفلت هكذا، أو أنا بالمال ضامن هكذا يصير. أما هذا يكون وعدا فقط. فإذا ما الفرق بين الوعد وعقد الضمان؟ عقد الضمان يقتضي وجوب الوفاء، أما الوعد فلا يقتضي وجوب الوفاء، هكذا فرق بينهما. كما هو صريح الصياغة هذا وعد، لماذا قال هذا وعد فقط ليس التزاما ولا ضمانا؟ هذا هو معنى صريح الصياغة. نعم، بسبب أنه صيغة مضارع. نعم، إن حفت به قرينة تصرفه إلى الإنشاء نقد به، يعني هذه صيغة أحضر الشخص أو أؤدي المال، هذه صيغة ليست للإنشاء، هذا مشكلة، بل هذا إخبار فقط. إذن لو حفت يعني أحاطت بهذه الصيغة قرينة تصرفه إلى أين؟ إلى الإنشاء، يعني إلى إنشاء عقد الإنشاء التزام ينقض به، يعني الضمان ينقض بهذه الصيغة كما بعده ابن الرفعة واعتمده السبكي رحمه الله. ولا يصحان بشرط براءة أصيل ولا بتعليق وتوقيت. نعم، لا يصحان الكفالة والضمانة، الضمان والكفالة كلاهما لا يصحان بشرط براءة أصيل. أصيل يعني الدائن، لا دائن، لا المدين، مدين. براءة الأصيل المدين، براءة ذمة المدين لو شرط لا يصح الكفالة. نعم، كذلك الأصيل في الضمان بالعين صاحب يد العين هو الأصيل، مثلا المغصوب في المثال السابق ذكرنا مثالا المغصوب مال المغصوب أو مال المستعار، إذن في الإعارة المستعير هو الأصيل ببراءته لا يصح، ولا بتعليق، تعليق فلان إذا جاء فلان فأنا ضامن، أو توقيت، توقيت يعني أنا ضامن لشهر هكذا لا يصح. وللمستحق مطالبة الضامن والأصيل، هذا مسألة مخالف لمسألة الحوالة، بعد صحة الحوالة المحتال لا يطالب المحيل بل يطالب المحال عليه فقط، أما هنا بعد صحة الضمان يجوز للأصيل مطالبة، لا يجوز للمستحق مطالبة من؟ مطالبة الأصيل أو الضامن جميعا، مطالبتهما جائزا. فإذن المستحق يعني الدائن إما يسأل دينه لمدينه أو لضامن دينه هكذا، كذلك المستحق في صورة الغصب من هو؟ المغصوب منه المال
وهو يسأل الغاصب أو اللامن. كذلك في مسألة الإعارة المعير هو المستحق، هو يطالب المستعير هو الأصيل أو اللامن. ولو برئ برئ اللامن ولا عكس في البراء دون الأداء. لو برئ يعني لو برئ الأصيل، لماذا برئ؟ إما هذا المستحق أبرأه أو الأصيل أدى حقه، هكذا براءة لها يعني أكثر من صورة. على أية صورة كانت لو برئ الأصيل من هذا الحق برئ الله منه هو يبرأ، ولا عكس يعني لو برئ الله منه لا يبرأ الأصيل. هذا في الإبراء لا يبرأ، يعني المستحق أبرأ اللامن، رجل اللامن هكذا، ثم المستحق ماذا فعل؟ أبرأ اللامن. فهل يبرأ الأصيل؟ لا يبرأ الأصيل، بخلاف العكس. يعني هذا المستحق أبرأ الأصيل فيبرأ اللامن، لو أبرأ اللامن لا يبرأ الأصيل. هذا في الإبراء دون الأداء، يعني براءة الذمة ما يكون بالأداء بالإبراء من المستحق أو بأداء يعني أو بأداء الحق من عليه الحق، بأداء من عليه الحق حقه هكذا أدى. فإذا في الأولى ولو برئ برئ الله من يعني هذا براءة الأصل أصيل، إما بالإبراء أو بالأداء أيا كان. أما هنا في الإبراء لا ليس عكس، أو في لو كان في الأداء يبرأ، يعني الله من أدى الدين، الله من أدى الدين فهو براءة ذمة الأصيل أيضا. أو أحضر هذا المال المغصوب إلى من أحضر إلى من أصيب منه هذا المال، هو أحضر عندئذ برأت ذمة الغاصب أيضا هكذا. ثم ولو مات أحدهما والدين مؤجل حل له ولضامن رجوع على أصيل إن غرم. ولو مات أحدهما، أحدهما يعني الضامن أو الأصيل، والدين مؤجل أحدهما من أحدهما في الحاشية هكذا الضامن أو الأصيل أحدهما مات والدين مؤجل، كان الدين مؤجلا مثلا بستة أشهر هو مؤجل، لكن بعد أربعة أشهر إما مات الضامن أو الأصيل حل عليه، حل عليه يكون الدين حالا عليه يعني على العهد الميت بالنسبة إليه صار حالا، أما بالنسبة إلى الآخر يبقى مؤجلا. وللآمن رجوع على أصيل إن غرما، هذا الآمن ممكن هو غرم بسبب أنه أدى هذا الدين، يرجع على من؟ على الأصيل، يعني يأخذ منه ما أدى. ولو صالح عن الدين بما دونه، ممكن هذا الآمن ماذا فعل؟ وهو قام بصلح مع المستحق بأقل مما على الأصيل، ممكن على الأصيل 100,000 دينار، فإذا صالح ب80,000 هكذا، وبعد ذلك أدى هذا 80,000، فإذا الضامن يرجع على الأصيل ب100,000 أو 80,000، هذا 80,000 فقط، هذا الذي يقول. ولو صالح الضامن صالح عن الدين بما دونه
بأقل من الدين، ما دون الدين، لم يرجع إلا بما غرم. نعم. ثم ولو أدى دين غيره بإذن رجع، هذا ليس بدون ضمان. يعني أدى دين غيره، هذا ليس مسألة الضمان، بل بدون ضمان هكذا رجل أدى دين غيره، إذن يرجع، يرجع على من؟ على الغير، لو كان أداؤه بإذنه، وإن لم يشرط له الرجوع. اللاذن لم يشرط له الرجوع، ومع ذلك يجوز الرجوع، لأن أداه بقصد التبرعي. حينما أدى أدينا أعراض التبرع ثم بعد ذلك، هل يجوز له الرجوع؟ لا يجوز له الرجوع. عندك هو مقيد. عندك لا إن أداه أو إلا إن أداه. عندي لا إن أداه بقصد التبرع. عندنا إلا إن أداه. كلاهما صحيح معنى النوع. أفتى جم محققون بأنه لو قال رجلان لآخرا يلا منا مالك على فلان، منا مالك على فلان، يعني ومنا دينك على فلان، ثم معناه هذا رجلان لمنا، فالهذان لامنان بالشخص والتقسيم، أو كل يضمن بجميع دينه، هذا هو يبين هنا، رجلان قالا لآخر لمنا جميعا ما لك على فلان، طالب كلا بجميع الدين، هذا هو الراجع، يطالبان الآخر هو المستحق، وهو يطالب كلا من هذين الرجلين، يعني كلاهما يعتبران لامنا لامنا بتمام دينه، لذلك يطالبهما بجميع الدين. لكن وقال جم متقدمون ماذا قال؟ طالب كلا بنصف الدين فقط، يعني حينما قال لمنا اندسف المال بالضمان، لذلك يطالب نصف الدين نصف الدين لكل من هذين الرجلين، وما إليه إلا ذراعي، يعني إلى ما قال جم متقدمنا. قال شيخنا إنما يقسط الضمان في ألق متاعك في البحر وأنا وركاب السفينة ضامنون، لأنه ليس ضمانا حقيقة، بل استدعاء اتلاف مال لمصلحة فاختلط التوزيع لئلا ينفر الناس عنها. يعني قال شيخنا هذا القول فيما هو مفرع على فتوى جم محققين. ماذا فتواهم؟ بأنهم لو قال رجلان لآخر يلا منا مالك على فلان، طالبا كلا بجميع الدين، يعني هناك لا يقسط، هذا هو فتواهم. فإذا صورة أخرى ومسألة أخرى، هناك يقسط الضمان، ما هي صورة؟ هذا عندما أشرفت سفينة على الغرق، قال رجل لرجل آخر عنده مال كثير، قال له ألق متاعك أنا وسائر الركاب ضامنون، هناك يتوزع أنا وركاب السفينة ضامنون، هناك يقسط الضمان، كل يطالب بحصة حصة فقط لا يطالب الجميع. فإذا ما الفرق بينهما؟ في الفرق بينهما قال شيخنا إنما يقسط الضمان في ألق متاعك في البحر وأنا وركاب السفينة ضامنون، لأنه ليس ضمانا حقيقة، يعني هذا ليس ضمانا حقيقة. نعم.
بل هو بل استدعاء ائتلاف مال، يعني بالإلقاء بالحجر هو يتلف ماله، استدعاء يعني طلب لائتلاف ماله، لما طلب ائتلاف ماله لمصلحة يعني مصلحة عامة، لو لم يلق متاعه في البحر تغرق السفينة فيهلك الجميع، لئلا يهلك الجميع بل للجميع مصلحة، لأجل ذلك طلبه. فاقتلت التوزيع، المصلحة اقتلت التوزيع، لماذا؟ لئلا ينفر الناس عنها، وإلا الناس ينفرون يكرهون هذه المصلحة.